انجيجز هنا. ليش بقول لك انجن انجيجز جرين؟ اويل تمبريتشر واويل بريشر، درجة الحرارة ودرجة الضغط حق الزيت جوة المحرك، هذا اللي تحتاجه. This is what engine gauges are. الاويل هيقول لك ايش بيسوي الاويل. Lubricate, seal, cleans, clear, whatever جوة المحرك. Cools. هذا بيبرد. Maximum بعض الطيارات فيها 8 وبعض الطيارات 6. Minimum 4. هذا اللي بنسوي. الاويل هذا اللي بيسوي. Cools the engine. كده اللي هتقوله. Okay? إذا تبغى تشغل دفاية في الطيارة، هذه الدفاية مكتوب هنا اللي فوق cabin heat pull on. لما تسحبه على برا الهيتر بيشتغل، بس تنتبه لا يجيك تسمم. اللي تحته هذا cabin air pull on، تبغى هوا من برا بيجينا من الكابين اير، أو بنفتح الاير فينتس هذه اللي بتدخل لنا الهوا. أوكي، الـ ELT أحاول أوريكم هي. افتح ده. انا ماني شايف ماني شايفه والله. الظاهر ورا مره. ورا هناك محل العداد هذا فوق. ممكن هنا جوه. ما حقدر اوريكم هي. هنا جوه لما نفتح. لو فتحنا حوريك هي. لكن في بعض الطيارات تكون موجودة. اوكي؟ كده وي ار دن. بعض الطيارات بتيجي بتلاقي حاجات سودة. ايش بيسوي هذا؟ بيتحمى. بس طيارتنا ما فيها. يتحمى عشان الايس لا يصير بيلد اب. الفرق بين الكونستنت سبيد شوف الكونستنت سبيد بربيلر هذه نقدر نتحكم في زاويتها. شنسي عالي، فالفرق بينها وبين الفيكست بيتش ثابتة ما نقدر نحركها، وهذه الكونستنت سبيد. هذا السبينر موجود هنا. ولا شيء، ما في شيء فاضي. And that's it. كده you guys I think you covered everything you need to know for now. خلاص، في شيء تبغوا تعرفوه قبل لا نمشي؟ شعيل، موفق. شباب في الطيارة دي في شيء هنا. Come here guys. في سلك هنا، شايفين هذا السلك؟ هذا ايش؟ تعرف ايش ده؟ هذا مانع صواعق. لو حصلت لك صاعقه بيضرب هنا بينزل في الجراوندد. الجراوندد دائما تلاقي سلك تحت. السلك هذا جنب دائما الترانسبوندر بتلاقيه سلك تحت في الجراوند. بوب انت انزل على تحت لو جاتك صاعقه. اند ذات ست. وبعضها المانيفولد بريشر ما هو في هذه الطائرات. المانيفولد بريشر في المالتي انجن. تعال اوريك. المانيفولد بريشر جيج is not on the constant speed. هو في الكونستنت سبيد بروب. في المالتي انجن انت بتقول توميتو فليمز، بس في حاجات كثيره ما هي موجوده. مانيفولد بريشر جيج هنا. تعال شوف، شايف ده؟ هذا مانيفولد بريشر جيج. هذا فوق بتتحكم فيه بايش؟ عندي هنا بروب، البروبيلر هنا الزاوية حقتها اللي بتحكم فيها، وعندي هنا الـ RPM تحت، وهذا manifold pressure gauge. بالتالي manifold pressure ما يجيني إلا في الـ constant speed probe اللي بتحكم في زاويتها، ما يجيني في طيارة ما فيها لون أزرق. okay. بس تراتل وميكستر، هذا manifold pressure gauge. okay? خلاص، عشان فيها الطيارة something called propeller governor. فبالتالي في السماء بتحكم في الـ RPM عن طريق البربيلر، مو 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 الباور. الـ RPM بتحكم فيه عن طريق البروب، لكن المانيفولد بريشر بتحكم فيه بالثراتل عشان فوق. لكن تحت في فيذرين لاك وبربيلر وحاجات تانية. once you get to the multi engine ان شاء الله حتتعلم على هذه الاشياء. تمام، alright. في شيء يا شباب؟ اي طيار؟ لا حول، يلا تفتحها مقفل. يلا انا افتح لك الباب. يبغى يشوف الملتي انجن هذه الحلوه. ما ادري ايش تحب فيها يا غشيم. والله شكلها فخم من جوا. طيب هذه سينيكا وليس سيمينو. فك الباب ده. مقفل. هي هنا 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 اللي ورا. اوكي.